تم الانتهاء من البوابة دي امتى؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنشتغل فيها على طول، ممكن شهر فبراير او حاجه تكون باذن الله جاهزه يعني وخلصت. بس الاسوار، يعني الاسوار واخد الاسوار بقى دي احنا حتى قلنا نستغل الموضوع بشكل تسويقي. يعني انت الموضوع ليه يعني شقين، الاستفاده اللي احنا بنعكس شخصيه النادي، والاستفاده الثانيه ان انت ده عائد استثماري مزبوط. وعائد تسويقي بيجي لك. يعني دي مثلا شكل البوابه قبل ما تتجدد. يعني احنا قلنا شكلها في دي قبل، كنت بقول في الانترو ان احنا معانا صور يعني ده ما قبل يعني بيفور اند افتر، ده متغير تماما. يعني ده شكل بقى يا ريتي جواه بعد هتشوف ايه قبل ده ايه الاول يعني. ده طبعا البوابه البوابه الخلفيه اللي هي عند الملاعب مش الرئيسيه. تمام. بالاسوار دي طبعا شكل الاسوار الجديد ده بعد. دي احنا دخلنا في ده حاجه ثانيه، ده نادي الاقصر. ده نادي الاقصر؟ لا دي طبعا كلها لقطات من نادي الاقصر. لكن طبعا الاسوار والبوابات، الاسوار احنا استغلناها اعلانيا. وداخله من ضمن ده البوابه اهي. دي البوابه اللي بعد ما اتجددت. الاسوار احنا دخلنا حتى الاسوار في المجموعه الاقتصاديه النادي الاهلي موجوده فيها، وليها عائد سنوي النادي الاهلي بياخده من ورا الاستغلال الاعلانات اللي على الاسوار دي، البنرات دي بالظبط. فاحنا في نفس يعني انت استفدت حاجتين، استفدت تغيرت الشكل بشكل يليق. انت اكبر نادي في مصر وافريقيا، فلازم يبقى الواجهه بتاعتك تليق بيك. ما ينفعش يبقى المنظر اللي احنا مثلا شفناه كان شكل الاسوار عامل ازاي، ولا البوابه كان شكلها عامل ازاي. يعني ده ما ينفعش للنادي الاهلي. فعشان كده احنا من اول يوم من قبل ما نيجي قلنا لا، ده لازم يتغير، لازم نعمله بحاجه تليق، وفي نفس الوقت نستفيد استثماريا وتسويقيا من الاسوار دي ان احنا نعمل عليها اعلانات. وفعلا دخلت من ضمن المجموعه الاقتصاديه واجنست رقم معين النادي الاهلي بياخده كل سنه. حلو قوي. فقدرت تحقق المعادله دي الحمد لله، وقدرت بقى تنفذ. يعني اهم حاجه ان انت ما بتخطط لحاجه في البرنامج الانتخابي وبتوعد بيها الناس، التنفيذ بيبقى غير الافكار وغير يعني بيبقى مجهود اكبر بكتير. التنفيذ بيبقى صعب يا دكتور. صعب طبعا. لانه انت مش يعني الناس بتبقى متخيله مثلا ان انت خلاص فكرتي كمجلس اداره فبتنفذي برضو كمجلس اداره بدون يعني جهات اخرى. لا، احنا بقى في موافقات كتير جدا عشان صعبه، عشان تاخد التراخيص بتاعه الكلام ده، عشان تستغل الاسوار دي في اعلانات دي ليها موافقات كتير صعبه، عشان تعمل البوابات دي برضو ليها موافقات مش سهله. يعني بدليل ان في يعني قبل يعني من زمان كانت الحاجات دي مفروض او يعني كان في تفكير ممكن انها تتعمل، لكن كانت صعبه شويه الموافقه.